أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول بأنها نزلت عليها الدورة في شوال وتعدت أيامها المعتادة ولم تطهر، هل تصلي وتصوم أم ماذا عليها؟ ما دام الدم متصلا وفيه صفات الحيض فإنها تجلس ما دام متصلا إلى 15 يوما، إذا تمت 15 يوما فإنها تغتسل تصوم وتصلي، لأنه تبين أنه دم فساد وليس دم حيض. نعم.